انزين عدم الحماس لاي شيء. طيب الخيار الثالث احنا في اجابتين اطلب مساعدة الجمهور. اي واحد حبيبتي بابا كله فيش. اه عرفت انت من قالت من انت وقلت مجموعة النساء. انا ما يعسلش من انا ولا ضايعة. ايوه وش يعني الاشياء اللي ممكن. طيب ايش سببها؟ هل تحس التليفون؟ انا ما فيش خيارات انت تقولي هل تحس بسبب التليفون؟ لا انا اودر التليفون يزيد. ايوه ليش؟ لان هذا الشيء مترسخ في ذهنك وبالك ان التليفون اذا سرقته. تدرين يا شريفه بعطيك يعني بس امسك شويه المايك خلصي. اوي المهم ايش في؟ دكتوره دكتوره تعبت من مشاكلك شكلك دخل. انا ما ابي الطاقه السلبيه وش ترى الطاقة السلبية؟ السلبية خالطش تنتشر بسرعة. ايوه والسلبية؟ والسلبية؟ تنتشر بسرعة؟ لا شكلها اقل من السلبية. اسمعي يا اختي انتي مو اختي ولا ايش اسميك؟ كم عمرك؟ لا ما اختي الحمد لله. واحدة بيشن. بيشن اوكي وقول خلي يكون عندي شوية شوية بيشن يعني خبط. بقول الشيء لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم شكلها ساقط الشيتلي والله. اسمعي دكتورة ممكن تعالجيني؟ ايش فيكي؟ احس اني اضحك فجأة تجيني حالة نفسية. ايوه بعد لا تضحكي كملي دكتورة. فهالشيء هو اللي يخليش انتي هذا وش ثاني شيء كنت بالتليفون. كل شيء يصير في الحياه مع التليفون. تعرفين اذا قمت من النوم خليت التليفون وما مسكته ما اقدر. بس اذا مثلا قلت عليه دقائق شويه قسم بالله اني اروح واي واضحك واسوي. تدري اني احيانا اقوم من النوم اشوف كل حد نايم وامسك التليفون واتضايق لان تليفوني بضيقه. افتح تويتر افتح سناب افتح تيك توك تويتر ولا بسناب عارفين تويتر مش علي انا ماني بالناس. المهم فلازم تحاولين تبعدين شويه عن التليفون. التليفون 99 اقسم بالله من الامراض اللي تجيبها. فحاولي مثلا بكره انا بطلع ان شاء الله. اه يا اخي كتمه نكست بيشن. خلاص خلصنا من ذي المرض بعدين نقول ما عالجناها. الحمد لله عالجناها. يعني شد عضلي من السوالف. انا ما اقدر اكون لا دكتوره نسفيه ولا اكون ممرضه ولا اكون معلمه. صديقاتي كلهم قالوا ان راح نسوي المعلمات اللي انا ما اتحمل لي. يعني تجي واحدة نفس هذه ترفع ضغطي بس ترى الناس تجيب مشاكل اكثر من كذا. لا ما اقدر اكون دكتوره نفسيه نفسيه. تعرفون ليش انا هذا؟ لان هذا اسناني. تعرفوا ليش؟ لاني ما اقدر اكون نسير. يعني انا مثلا لو قاضيه ولا محاميه ولا دكتورة نسفانية بيش كولون بيني كولون والله بس توي نفس وريو. ايوه دكتورة بيها دكتورة. ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. انا يلا اتحمل نسبي بعدنا اتحملكم انتو شوي من الارض الجناس وش طيل اسواق غني وش علي انا من لحظة شفت واحدة كانت بعيد ميلادها Happy birthday to you عبد الرحمن
أبي باي داي تو يو عبد الرحمن. غني حد عبد الرحمن، ما فيش حاجة تيجي كده. إيه ده عبد الرحمن كده ورقة زي زن مع الناس. إحنا مساع نسولف مع موجود صديقنا. شوي غني وشع يلا.